والآن مشاهدينا الكرام نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما نهى وأميرة. والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي بعنوان مرصد الاقتصاد المصري، دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية. التقرير ذكر أن معدل النمو في مصر شهد تعافيا قويا قبل تصاعد وتيرة الأزمة في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو في السنة المالية عام 2021-2022 ارتفاعا يقدر ب 6.6%. وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2014 إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة. أكدت وزارة البترول أن تنمية منطقة المثلث الذهبي تحتاج مشاركة كافة الجهات وقطاعات الدولة ذات الصلة. جاء ذلك خلال ورشة عمل للتنسيق بين قطاعي التعدين والصناعة لبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث أكد وزير البترول طارق الملا أن ورشة العمل هي ترجمة فعلية لتنفيذ توجهات الدولة في هذا الملف الذي يحظى بعناية خاصة من القيادة السياسية والحكومة. تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا EGX 70 وEGX 100 وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي ملياري جنيه ليغلق عند مستوى 1.35 تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة تقدر ب 59% ليغلق عند مستوى 16096 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة تقدر ب 1.28% ليغلق عند مستوى 2883 نقطة. كما هبط مؤشر EGX 100 بنسبة تقدر ب 85% ليغلق عند مستوى 4331 نقطة. أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مجموعة جولدمان ساكس ستبدأ في الاستغناء عن آلاف من موظفي المجموعة اعتبارا من الأربعاء المقبل مع مواجهتها أوضاعا اقتصادية صعبة. وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف 3000، فيما ذكرت وكالة بلومبرج أن البنك سيستغنى عن نحو 3200 وظيفة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى نهى وأميرة. شكرا لك ميرنا.